بالي يمكن الإبداع السوري ما بيوقف عند عمر، ما بيوقف عند مشروع بيحتاج لتمويل مادي كبير، دائما من أشياء بسيطة بنقدر نصنع شيء أو تحفة فنية أو من أشياء يمكن عنا إياها بالبيت نعمل إعادة تدوير عليها. اليوم بما أنه نحن مع طقوس الميلاد خلونا نحكي عن يمكن صناعة المغارات لكن بإمكانيات الموجودة عنا بالبيت. سيد روجيه عبيد بصناعة المغارات مختص لكن بلمسة فنية خاصة، رح نحكي عنها أكثر. أول شيء يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك، مين عاد عليك بالخير والصحة. ويسعد صباحكم وإن شاء الله كل سنة وأنتم سالمين. مين عاد عليك يا رب. كل سنة وأنت سالم. يسعد صباحك. يعني بس نشوف نحن هالشغل الحلو بنعرف إنه لو كان في كورونا في عالم ببيتها عم تعطي لمسات و طابع خاص لأي مناسبة. نحن اليوم ليلة الميلاد ودائما بشهر الميلاد في رمز معين نحن منحطه جميعنا بيحطه، جميع السوريين بدي أقول لأني شايفة بعيني المغارة. يعني اليوم أنت من شغلات يمكن قديمة أو منزلية أو شغلة بتلاقيها هون هي فن جسدته بمغارة، حكي لنا عن شغلك. لأن نحن بالأساس كان عندنا معمل رخام، فالكسر اللي يطلع من الرخام من فضليه الرخام انا سويها تحف. حلو. تحف ايه سويها تحف بالضبط. فشفت الحرب روحت كل شيء، يعني قعدنا بالبيت اجتني فكره انه اعمل بيوت للمغاره. اول شيء اعمل بيوت عاديه من الفلين. من الفلين والكرتون المقوي. نعم. نفس المبدا اللي كنت اشتغل فيه بالرخام اشتغل، بس المواد تغيرت معي انه الفلين الكرتون هون المواد الموجوده. ايه بالضبط. سويتون بيوت 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 دكاكين قديمه. حلو. دكاكين يعني بدك ترجع الى 2000 سنه ما لقيت الدكاكين اللي موجوده اليوم القديمه القديمه يعني تماما استوحيها هيك. طبعا هذا جزء بسيط من عملك انت لانه القطع هي كتير كبيرة مقدرة تجيب في قطع كتير جميلة وإلى رمزية خاصة. أكيد هلا ما فيك تحملي بس صحيح. مثل ما قلت لك يعني إذا بتفضلوا بتشرفوا بتصوروا بالبيت مستحيل ما تقولي طبيعي. يعني حتى الصخر حتى الحفر بالصخر كله الحمد لله وخفيف. يعني لا سمح الله وقعت على اجر حدا ما بتأذي، بتضربيها على حدا ما بتأذي. مواد خفيفه واستطاعت اي انسان يجيب منها لانه هون عم نشوف انه حجر. لا هي لا 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 ما الشاب قال لي كيف بدي احملها، قلت له ما بيطلع وزنها كيلو. صحيح. عن جد هذا الابداع ما في ضخامه. ايه؟ ونحن بعد ما سويت انا القريه الميلاديه قلت لي انا ما بجمعهم وبعملهم قريه بجبال بوديان بكذا حطينا وسويناها نشحي. وقت اجت كورونا عادت الناس ببيوتها ما عاد تستفيد بشي، صرت انا اطور بقى. يعني وين في مثلا عم بشتري اغراض من عند الخضري مثلا عنده فليني نظيفة احيانا كرتونة بيض ممكن. لا ما استعملتهم لا 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 بس الكرتون نحن نستعمل المغارة. ايه بس اخذ الفلين انا. بالبيت كمان شو بيطلع فضليه شغلات هيك غاطيه نيني يعني غير مكلفه فينا من لا لا ما بدنا مكلفه. يعني شغلتي كلها فرد سيليكون كاوي غري الوان والوان. هاي التجميعه يعني. حلو. بس انه بنحتها بدك هون شطاره بقى. هذا الفن استاذ روجي اللي مجسده انت بالمغاره، يمكن اشتغلت بلشت بشغل المغارات بالحجر الصحي، يعني وقف شغلك شوي. بالضبط بالضبط. وقف شغلك يمكن ولكن انت استثمرت الوقت تماما. احكي لنا قديش هيك الانسان ما لازم يوقف لو عنا نحن شغلات ممكن يدور على شغلات ثانيه مو بس كمان لكسب الرزق كمان لتطوير ذاته. ما هو بكورونا شفت كل الناس ببيوتها. صحيح. فنقضيها قهوة ترويقة فواكه حلو غدا عشاء هيك صار وقتنا. اي والله ما عاد في يعني ما في طلعة من البيت وكلنا محصور بهالبيت. ايه يعني صحيح. انا بلشت بهالشي هيدا سويت اول مغارة عجبته صرنا نسوي مغارات ساعتها محضر للميلاد انه بدنا ننزل شيء ما انعمل بالشام.
عرفتي؟ ما انعمل بعد، يعني كله بيعتمد على الورق. هلا اذا بتلاحظي احيانا شفنا خشبه هيك شغلات بالضبط، بس هيدا التقليدي اللي بيوتها هيك المغارات التقليديه بسموها، لازم نشتري منها كله هيك هيك هيك. وقت نزلنا من هيدول نحن سوينا هون سويت شي 20 وحده قطع من هيدول، وكل وحده مستحيل تلاقي وحده. كيف كان اقبال الناس عليهم؟ في كنيسه حدنا قال بدهم يعملوا معرض، فقال لي الخوري انه اشترك بالمعرض، يعني شغلات تماما. هذا اللي بسالك عنه، اشتركت بالبازارات؟ اشتركنا بالبازار تبع الهدا، والحمد لله ما ضل شيء، كله اخذوه. لانه حتى في ناس اجت من المحافظه وشافوا عني على الانترنت، وهذا يجوا يقولوا لي نحن جايين مثلا من كفربو، نحن جايين من طرطوس بس لناخذ القطعه، لانه حلو، لانه عجبتنا القطعه. وفعلا يعني كان لها غير مكلفه، غير مكلفه يعني نهائيا، يعني معقوله للناس. حتى هي يعني اذا بدك تصنعيها منها مكلفه، يعني عرفت هيك، يعني هالفنين هالكرتون هذا بيتواجد وين ما كان، يعني من اي خضرجي بتاخذي الفلين الابيض كسر وظبط ولحم وساوي وهذا وحفي يطلع لوين، لقيها قطعه فنيه. يعني يعني كاميرا الاخباريه السوريه رح تجي تصور عندك بالتفاصيل المغاره اللي عم تعملها والشغلات الثانيه. كان وقتنا محدود وخلص، حابب تضيف شيء هيك، تقول شيء لكل يلي هلا مثلا وقف شغله وحابب يعمل شيء ببيته؟ يعني انا بالنسبه لي لا بدها هالمكانات الكبيره او شيء، طاوله متر بمتر وهالاغراض اللي قلت لك البسيطه، يعني يعني اي انسان في يعملها، اي انسان ما وقفت على الماديات وعم تطلع قطعه جميله. يعني والعمر كمان ما بيوقف شو ما كان. عمو انا عمري 70 سنه، العمر كله الله يطول بعمرك. يعني انا صغير وبعدني بعطي بروح الشباب، طول ما القلب عم يدق الانسان لازم يعطي. الله يطول بعمرك ويعطيك الصحه والخير، بنتمنى لك التوفيق وان شاء الله نشوفك كمان مشارك بمعارض ومزارات وبازارات بالعام القادم. ينعاد عليك مره ثانيه وشكرا كثير لك. الله يسلمك. بس بدي اضيف كلمه. ايه تفضل. يعني مثلا مثل هدول شايفه هدول على الكاميرا كثير حلوين، يعني هدول عن جد حلوين. الفنجان القهوه البلاستيك استغليته حلو، يعني مثل هاي مثلا خلينا نشوفهم كمان. هاي غطاء، هاي كمان فنجان قهوه غطاء النينه، هاي غطاء النينه يعني اللي معنور كل موديل استغليته. عن جد قطع مميزه، بدنا نتمنى لك ميلاد مجيد والرزقه الله يرزقك يرزق الجميع. وشكرا كثير لحضورك. هاي حجر شلته ليك كيف سويته كثير حلوين، يعطيك العافيه. بدنا نشكرك السيد رجاء عبيد على وجودك معنا، وينعاد عليك بالصحه والخير يا رب. وينعاد على البلد بالخير والسلامه. امين امين يا رب. كل سنه وانتم سالمين. وانت سالم.